ضيوفنا اليوم بفقره بيناتنا هن شباب والصبايا بينتموا لمجموعه من الشباب اللي بينتموا لفريق العمل الرعوي الجامعي بجامعه الروح القدس الكاثوليك. هالمجموعه مشاهدينا بتنظم رحلات وسفرات ونشاطات كثيره بتتعلق بالحياه المسيحيه بمجتمعنا. رح نتعرف على نشاطاتهم القادمه واهم اكيد رحله من العمر على اسبانيا بتجمعهم بقداسه البابا بنديكتوس السادس عشر ضمن اليوم العالمي للشبيبة. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا. برحب بإدغار سعد، أهلا وسهلا فيك إدغار. جوزيف خليل كمان أهلا وسهلا فيك. ليا حجار وأنجلا ماريا أبوش أهلا وسهلا فيكم. ليا وأنجلا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. منهنيكم أولا على هالرسالة اللي تبنيتوها بعمركم. خبرونا بداية، بدي بلش مع إدغار عن الفريق العمل الرعوي بالجامعة بجامعة الروح القدس الكاثوليك. بداية بدي أشكر الله على هيدا النهار، بدي اشكر روح القدس يلي خلينا نجتمع ونحن جايين من جامعه الروح القدس بالكاثوليك. العمل الرعوي الجامعي هو جماعه جروب شبيبه، مش بس بالجامعه الروح القدس بالكاثوليك، هو منتشر بكل الجامعات، هو عمل كنيسه بين الشباب. بالنسبه للجروب يلي نحن هلا بالكاثوليك، نحن عمل الكنيسه بنعيشه من خلال المحبه بيناتنا، بنعمل كذا نشاط، النشاطات تبعنا بتكون ثقافيه ترفيهيه دينيه. الجروب الشبيبي تبعنا هو فيها معنا مرشد بنوجه له تحيه، هو الاب عادل العالم، بيرافقنا خلال كل نشاطاتنا. نشاطات فيها تكون سفرات، فيها تكون ويك اند بننظمهم، وكل نشاط في مساج، في رساله روحيه لازم توصل للجماعه. نشاطات منوعه وعندها عده اهداف، بعرف السنه الماضيه قمتوا بنشاطات كثيره ورحلات كثيره، خبرونا عنها شوي. مين بحب نبلش مع ليا؟ السنة الماضية رحنا على بلجيكا، كانت السفرة لأنه هناك كنا بدار للرهبنة المارونية اللي هو دار مارشاربيل، فقعدنا هناك مدة أسبوع وزرنا كل المناطق، ورحنا كمان على ليزيو زرنا سان تيريز، وهيك كانت أجمل لنا سفرتنا خلال أسبوع. لما بنقول مجموعة من الشباب والصبايا، يعني تقريبا كم عددكم بيكون؟ هلا هو بيختلف حسب النشاطات، مثلا السنة الماضية بالسفرة كنا 30 شخص، أو بالاجتماعات الأسبوعية بنكون بتراوح بين 20 لأكثر أو أقل حسب، أوقات بالرحلات مثلا اللي بنعملها كمان ممكن نوصل لـ100 شخص، إنه حسب شو هو النشاط. وأنا رح نتوقف ليا مع ريبورتاج قصير بيعطينا فكرة عن مختلف النشاطات اللي بتقوموا فيها. نعتذر مشاهدينا عن العطل التقني، لما بيرجع بيمشي الريبورتاج بنكمل معه. بلشنا ناخذ فكره عن النشاطات اللي بتقوموا فيها، مجموعه كبيره من الشباب والصبايا، اكيد بيجمعكم المحبه، الايمان وحب للوحده يمكن والعيش المشترك. على الصعيد الشخصي، انتم ليش اخترتوا تتبنوا هالرساله بالوقت اللي غير صبايا وشباب من اعماركم يمكن ملتهيين بالظهرات والسهرات، شو اللي دفعكم انتم للمشاركه ضمن هالمجموعه؟ إدغار. بالنسبة للعمل الرعوي الجامعي، من أول دروس يلي منتعلمها هي أول شيء محبة يسوع المسيح. بمجرد ما نحن اختبرنا هيدا المحبة، يسوع المسيح بيعطينا القدرة أنه نتقبل ذاتنا، بس نقدر نتقبل ذاتنا بنصير ننطلق لحياة الجماعة، وبنصير نعيش حياة جماعة كتير مميزة من خلال نشاطاتنا، من خلال كيف بنتعامل مع بعض. هيدي من أكثر الأشياء اللي أنا على الصعيد الشخصي حبيت اختبرها، عشت حياة جماعية كتير حلوة مع الجروب. أنجلا، شو اللي هيك حمسك لتنضمي لهالمجموعة؟ أنا بحب إنه حبيت فتت على الباسترا، لأنه حبيت إنه أجمع بين حياتي الاجتماعية وحياتي الدينية. بالباسترال بتحس إنه أنت عايشة بعائلة بين إخوة، ما في مصلحة، بعدين بتحس حالك من انتماء للجامعة، وقت تتخرج بتحس انه انا قدمت شيء للجامعة. نعم. جوزيف، الشباب اللي بعمركم شو اخذين فكرة عن العمل الرعوي الجامعي، والحقيقة قد ايه بعيدة عن هالشيء؟ هلا الشباب تبع الجامعة بفكروا انه العمل الرعوي الجامعي هو منبسط بس دين وسهرات روحية، بس هو هيك وزيادة، يعني بنروح نشاطات ترفيهية ومن خلالها بنوصل رساله اكيد روحيه،
كما انه بنسافر سفرات ترفيهيه وثقافيه ودينيه كمان يتخللها. يعني نشاطات بتتسلوا فيها، اجواء مرحه، اجواء فرحة، بتتسلوا وجمع للاصدقاء، وبنفس الوقت في رساله دينيه اذا بدك. مزبوط، بيجمع كل شيء. نعم، خبرونا شوي، هلا عندكم رحله من العمر اذا بدكم على اسبانيا قادمه ب 9 اب، رايحين لتشاركوا باليوم العالمي للشبيبه اللي راح يجمعكم بقداسه البابا بنيديكتوس 16، قد ايه متحمسين على هالمشروع؟ عم بيطلعوا بانجيلا، انجيلا ضحكتها اكثر شيء يمكن، خبريني انجيلا. لا انا بدي اخبر انه الجي ام جي او جورني موزال ديجان هو بصير لقاء مع الشبيبه من كل العالم مع البابا، بصير من 3 لـ4 سنين، البابا بيقرر وين رح يكون بلد المضيف، سنة رح تكون بمدريد باسبانيا. اصر البابا تكون باوروبا لانه حتى اوروبا ترجع تكتشف جذورها المسيحيه. رح تكون اللقاء رح يكون تحت عنوان متأصلون ومبنيون في المسيح راسخون في الإيمان. نعم، عم نشوف على الشاشة البوستر لهالحدث. الانطلاقة رح تكون ب 9 آب، كم يوم رح تكون هالسفرة؟ رح تكون 14 نهار، رح يكون أول سفرة طويلة. رح يكون أول يومين رح نكون ببرشلونة، رح نبرم على الكاتدرالات والكنائس ببرشلونة، بعدين من 11 ل 15 رح نكون بلورد، رح نحتفل بعيد انطلاق العذراء بلورد، نرجع من 16 لـ 21 بيكونوا هن الأيام العالمية للشبيبة، لقاء وقداس قداس يعني مع البابا. حلو كتير، يعني رحلة طويلة رح تكون اختبار ديني، اختبار روحي، وكامل بنفس الوقت مشوار ترفيهي ومسلي. جوزيف قديه متحمس انت على هالمشروع؟ ما فينا خبرك قديش، يعني عم نقدم بالايام العد العكسي تيوصل 9 شهر. انتو شاركتوا بالسفرات اللي قمتوا فيها السنة الماضية، شو تغير فيكم؟ شو تغير بحياتكم من بعد هيك تجربة؟ ليا؟ هي حياتنا تغيرت من بعد كل تجربة الباسترال بغض النظر شو هي النشاطات، لأنه عن جد الباسترال كتير بينمي على جميع الأصعدة، كان الناحية الروحية أو مش بس كمان الروحية، الاجتماعية والثقافية، وكتير بتحس بالانتماء مثل ما سبق وقالت أنجيلا للجامعة وللجروب ولحياة الجماعة اللي هو شيء كتير حلو. فكرة هيك كيف ما كان النشاط وشو ما كان، يمكن يكون مساج صغير من خلال رانكونتر هيك بيناتنا او بارتاج ديفانجيل بيوصل للكل وبيغير يمكن بحياته. نعم. وهذه خبره التمست مع كثير اشخاص حتى يمكن ما هم موجودين معنا هلا، بس انه غير كثير الباسترال. نعم. بحياته. ادجار هلا الكل يعني خاصه الشباب والصبايا بيحبوا السفر وين ما كان، طلعت طياره، لقاء بالاصدقاء، ولكن هذا كمان اختبار روحي ديني وهالشيء اكيد بيعني لك كثير. بتحس حالك عم بتأدي رساله لما بتقوم بهيك تجارب؟ اكيد في رساله، لانه من بعد كل اختبار بنعيشه بالباستورال ان كان سفره في عنا نحن بنصير مرسلين لنخبر شو اختبرنا من خلال سفرتنا لبلجيكا. يعني زرنا كذا اماكن دينيه، وحسب ما عرفنا بالنسبه لاسبانيا حنكون بلقاء مع شباب من كل الجنسيات وكل الحضارات، وهيدي كثير مهمه على صعيدنا الصعيد الشخصي. هون بس واحد ياخذ من هيدا الغذاء يعني لحياته، ما بيضل يعني قاعد محله، بده يروح يبشر يحكي شو اختبر، وهون بصير يعني مثل مهمه بحياته. انجيلا اللي رايحين على رحله اسبانيا هن بس تلاميذ جامعه الروح القدس الكاثوليك؟ هلا نحن كنا حاصرين انه تكون بس من جامعه الروح القدس الكاثوليك، هلا اكيد في معنا ريسبونسابل اكبر منا ومرشدين انه حتى يبقوا معنا هنيك. نعم. انه اكثر للارشاد الروحي. نحن كثير عنا اصدقاء بجامعه الروح القدس الكاثوليك، واكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. قد ايه هالجامعه عم بتساهم بتاديه رسالتكم؟ قد ايه عم بتسهلكم اموركم؟ الجامعة هي كانت الدعم الأول بكل النشاطات، شو ما كانت النشاطات تبعنا، نحن ولا مرة بنواجه مشكلة مع الإدارة أو مع حيالة شيء مثل ما بيصير أوقات بغير مطارح. نحن بالعكس شو ما كان بدنا النشاط، نحن دائما مع علاقة كثير وطيدة مع الإدارة من خلال المرشد أو حتى أوقات بلقاءات شخصية، لأنه الكل كثير قريب من مكتبنا لأنه عندنا مكتب بالجامعة كمان. فالكل كثير قريب منا وبيقدم لنا أي خدمة نحن بحاجة لها، حتى مثلا إذا بدنا نعمل إعلان عن نشاطات لنا من خلال البيرو دو كوميونيكاسيون بيعملوا لنا، بنعمل أفيش بتتوزع على الكل، بتمرق على التلفزيون بالجامعة، يعني كثير بيسهلوا لنا حال الخدمة نحن بحاجة نعملها لنوصل رسالتنا للشباب بالجامعة. هالنشاطات اللي بتقوموا فيها هي مخصصة بس للمسيحيين أو لكل المؤمنين اللي بيؤمنوا بالمحبة والوحدة والعيش المشترك؟
هلا نشاطات نحن اللي بنعملها اجمالا بنفتحها للكل، كل واحد بحب يقرب يشارك معنا نحن بنفتح له ايدينا. بس في مثل نشاطات خاصه جي ام جي موجه بتصور للمسيحيين اكثر، فما رح يلاقي الغير مسيحي انه دعوته يروح معنا ويشارك معنا. ولكن غير نشاطات بتنظموها اكيد موجهه للكل، اكيد اكيد لكل حدا ضمن الجامعه. اعطونا فكره عن بقيه النشاطات اللي عم بتحضروها، بعرف في مخيم صيفي مميز عم بتحضروا له. صح، هلا بعد الجي ام جي النشاط اللي مقدمين عليه هو المخيم. المخيم هو نشاط عام بكل الجامعات، يعني بحضروا لجنه مش بس من الكاثوليك، من كل الجامعات البقيه. فراح يكون من 24 اب ل 5 ايلول بدار المخلص بجون بالشوف. الكام بيكون مقسوم اثنين بارتي، هو لمده 13 يوم. اول بارتي بتكون هي روتات سبيريتوال صامته، من خلالها بيكون في تأملات ومواضيع، بأن العنوان المخيم هو أنا هو لا تخافوا. فمن خلال هذا العنوان رح يكون في مواضيع عم تنعطها وتأملات ورانكونتر بارتاج بين الجروب. ومن بعده بننطلق برسالة للضياع المجاورة للدار اللي نحن فيه، كرمال نقوم برسالة كان مع الشبيبة أو مع الأطفال أو بخلال سهرات إنجيلية. خبرتونا قبل شوي عن بير عادل اللي دايما برفقكم، اللي هو المشرف والداعم والصديق لكم، خبرونا شوي عن علاقتكم فيه. بير عادل هو المرشد على الصعيد الروحي، بس على صعيد الحياة اليومية هو الصديق. بير عادل نحن مش بس بنشوفه بالجامعة، بير عادل هو بيشارك معنا بكل نشاطاتنا، حتى بس نكون بدنا نروح لمحل بيجي بيشارك معنا، بحب يمزح معنا، يتقرب منا، يعرف شو مشاكلنا. بالإضافة لبعض النشاطات يلي هو بيعملها بقلب الجامعة، قداس أسبوعي، بالإضافة لاعترافات لكل الشبيبة. عملكم الرعوي بياخذ كثير من وقتكم للدراسه، او عم تقدروا تقسموا وقتكم مثل ما لازم؟ العمل الرعوي هو حياه جماعه. نعم. ومن اهم الاشياء يعني اللي هي انه نحن بنقسم الادوار بين بعض. في كثير شغل بالجامعه، كثير ضغط درس، بس الحياه الجماعه وتقسيم المسؤوليات ومرافقه المرشد كثير بتسهل هيدا الحياه. هالمبادئ كلها اللي عم تتعلموها من ضمن العمل الرعوي عم تقدروا تطبقوها ببقيه حياتكم، او بس بتقتصر بس للعمل اللي بتقدوه بالجامعه؟ لا، بتبقى معنا لحياتنا خارج الجامعه، حتى لبعد ما نتخرج من الجامعه بتحسي حالك مثل ما قالوا الشباب انه في انتماء للجامعه. يعني واحد بيتخرج بضل يجي على اللوكال تا يشوف الاصدقاء، كما انه بنعمل نشاطات خارجيه بكون ضمن اصحاب الباستورال. بنكون بدي كلمه اخيره منكم لكل الشباب والصبايا اللي من عمركم اللي يمكن ما بيعرفوا كثير عن العمل الرعوي الجامعي، شو بتقولي ليا؟ انا بقول انه اللي ما بيعرف العمل الرعوي ما يحكم دغري هيك، من انه يمكن ما يكون شايف مزبوط. بدعي انا الكل انه يشاركوا معنا بحيلا، يعني اوقات تكون يمكن يكون فرنس ريونيون حيلا، الكل انه يكون عم بيشارك معنا، لانه عن جد الخبره اللي بنكتسبها بالعمل الرعوي الجامعي مش موجوده بولا اي مطرح ثاني، وبتضل معنا بالجامعه وبرات الجامعه ولكل حياتنا. يعني بتكتسبي اذا بدك مبادئ بتعيشي فيها كل حياتك، يعني مش بس لفتره زمنيه او لعمر معين. يعني كلمه ليا راح اعتبرها باسم الكل، بدي اشكر وجودكم معنا. ان شاء الله بتروحوا وترجعوا بالسلامه، اذكرونا بصلواتكم، وان شاء الله الايمان دائما بيجمعنا بمناسبات حلوه. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي كثير لك. وقفه قصيره مشاهدينا.